لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. عنوان حلقتنا النهاردة ابن حجر يكفر رسول الإسلام. في الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ازاي الأشاعرة بيحكموا العقل في الحكم على النص، وشفنا انهم بيقولوا بالتأويل، ولما يحبوا يهربوا من التأويل بيروحوا للتفويض. والشيخ البراك قال ان التأويل والتفويض هدفهم في النهاية نفي حقائق هذه الصفات، وهو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة. وشفنا ان الأخذ بظواهر النصوص كفر في عقيدة الأشاعرة شيخ الأزهر طبعا، وإن المفروض العقل هو اللي بيوزن الكتاب والسنة. والشيخ الجامي قال ردا على الأشاعرة، قال يأتي الأشاعري فيقول إن العقل إنما يحيل إثبات الصفات الخبرية، أما الصفات الفعلية فلا يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى. وقال مش كل ما يجي لنا أشعري جدلناه أو جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أقدر من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به جبريل لمحمد، لأن ما عندهمش حجج ثابتة، وهي شبهات متضاربة. ونعيد مع بعض كلام الشيخ الجامي لمدى خطرته ونشوف الفيديو اللي جاي. فيا ليت شيعي بأي عدل يوزن الكتاب والسنة إذا اتفقوا أولا اتفاقا مبدئيا أن الكتاب والسنة يجب تركهما ويجب الرجوع إلى المقاييس العدلية. هذا اتفاق مبدئي لدى الجميع. إذا اتفقتم هذا الاتفاق ثم أردتم تشرعوا في التأويل المفصل اختلفتم، فبأي عدل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول الكتاب والسنة يوافق عقل زيد أو عقل عمرو؟ رضي الله عن الإمام مالك، مالك بن أنس، حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ إن جاءنا أشعري جادلنا أو جاء معتزلي أو جهمي، كلما يأتي رجل أجدل من رجل نترك لجدل هؤلاء ما جاء به محمد جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، استفهام إنكاري، إيه لا نفعل ذلك. ليس لهم حجج ثابتة وإنما هي شبهات متضاربة. وفي حلقة النهاردة نواصل تكفير شيخ الأزهر للحنابلة، وفعلا شيخ الأزهر بيكفر ولاة الحنابلة الوهابية ولكن بشكل غير مباشر، وده تكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة رقم 108 وكانت بعنوان علماء الأزهر يكفرون الشيخ البراك. ونقلنا كلام الشيخ البراك، الشيخ البراك بيقول أهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من صفات لله تعالى ويقولون إن ذلك حقيقة. وقلنا إن الشيخ البراك دايما بيقول إن أهل السنة إن ذلك حقيقة يعني على ظاهرها. وطبعا إحنا نقلنا من خلال كتاب شرح الكبرى إن اعتقاد النصوص على ظاهرها كفر زي ما نقلنا. وشفنا شيخ الأزهر في، وخلينا كمان نشوف شيخ الأزهر في الفيديو اللي جاي هنقول لنا إيه. الإمام الأشعري مذهبه أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة، ربما هذه دي أهم سمة فيه، دي أهم سمة ودي اللي إحنا محتاجينها الآن. وهنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن الإمام الأشعري مذهبه إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة أهم سمة، ودي اللي إحنا محتاجينها الآن. في نفس الوقت اكتشفنا إن مذهبه من خلال أهم كتبه بيكفر ولاة الحنابلة الوهابية بشكل صريح. والحقيقة إن ابن حجر كان أشجع من شيخ الأزهر بكتير لما كفر ولاة الحنابلة الوهابية بشكل صريح، والكلام ده إحنا اتكلمنا عنه بالتفصيل برضو في حلقة رقم 109 وكانت بعنوان ابن حجر وشيخ الأزهر يكفرون الوهابية المجسمة. ونشوف في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يقول لنا كده الحافظ ابن حجر ولو قال من ينسب إلى التشتي من اليهودي لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك إلا إن كان عاميا لا يفقه معنى التشتيم فيكتفى منه بذلك، كما في قصة الجارية التي سألها النبي أأنت مؤمنة؟ فقالت نعم، فقال فأين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم.
يعني ابن حجر بيقول إن الاعتقاد بأن الله في السماء تجسيم، واللي يقول الكلام ده لم يكن مؤمنا، يعني بيكفر كل اللي يقول إن الله في السماء. وابن حجر قال أكتر من كده. وخلينا نروح لصحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، قال القرطبي في المفهم: وقوله إن الله يمسك إلى آخره الحديث. هذا كل قول اليهودي، وهم يعتقدون التجسيم، وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقد غلاة المشبهة من هذه الأمة. وكلام اللي بينقله ابن حجر عن القرطبي، طبعا القرطبي ده واحد تاني غير اللي احنا، القرطبي بتاع تفسير كتاب تفسير القرآن. ابن حجر بينقل كلام القرطبي ان ده قول اولا من يعتقدون بالتجسيم، ثانيا ان الله شخص، ثالثا ذو جوارح يعني صفات زي اليد والساق والرجل والوجه، وان دي مش بس عقيدة المشبهة، لا دي عقيدة غلاة المشبهة. غلاة المشبهة عند ابن حجر هنشوف بتساوي ايه عند شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. للأسف الشديد كثير من المقولات التي نسمعها من المتشددين الغلاة، وأضع يعني خطين تحت المتشددين الغلاة، من أبنائنا وإخواننا السلفيين، هم ينتمون إلى غلاة الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح. في لبس وفي تدليس وفي غش في استخدام هذا المصطلح. وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول: للأسف الشديد كثير من المقولات التي نسمعها من المتشددين الغلاة، وأضع خطين تحت المتشددين الغلاة، من أبنائنا وأخواتنا السلفيين، هم ينتمون إلى غلاة الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح، في لبس وفي تدليس وفي غش وفي استخدام هذا المصطلح، يعني بيلبسوا ويدلسوا في استخدام هذا المصطلح. وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول عليكم: يا سلفيين انتوا مش بتنتموا للسلف، انتوا وهابية وبتدلسوا وبتغشوا في استخدام المصطلح. وغلاة الحنابلة دول طبعا هم المشبهة عند ابن حجر، هم المجسمة اللي كفرهم ابن حجر، زي ما نقلنا في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعو الله او ادعو الرحمن. قال الحافظ ابن حجر: ولو قال من ينسب الى التجسيم من اليهودي لا اله الا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك، زي ما قلناها اكتر من مره، لم يكن مؤمنا يعني بتساوي كافر. والمفاجاه الخطيره بنكتشف مين اللي بيقول ان الله شخص وليه يد وليه وجه وساق. في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول النبي: لا شخص أغير من الله. اللي يقول إن الله شخص وليه يد وساق ورجل ووجه أو جوارح زي ما بيقول ابن حجر هو رسول الإسلام. يعني رسول الإسلام عند ابن حجر من غلاة المشبهة، وابن حجر بيكفر غلاة المشبهة أو غلاة المجسمة. وابن حجر قالها بالحرف: لم يكن مؤمنا. يعني رسول الإسلام لم يكن مؤمنا عند ابن حجر، يعني رسول الإسلام كافر عند ابن حجر وعند الأشاعرة. وإحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت قبل كده إن الأشاعرة بيسبوا الله وأثبتناها، والنهاردة بنشوف إنهم بيكفروا الرسول نفسه. وأنا مش عارفة إزاي أهل السنة اللي هم يعني غلاة الحنابلة الوهابية عند شيخ الأزهر، واللي سماهم غلاة المشبهة عند ابن حجر، إزاي بياخدوا شرح أهم كتاب بعد القرآن من واحد مش بيخالفهم في العقيدة وبس، دول بيكفروهم وهو برضو بيكفرهم. يعني غلاة الحنابلة كمان بيكفروا الأشاعرة، وهم الاتنين بيكفروا بعض بشكل صريح. ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة الشيخ البراك قال: أهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من الصفات لله تعالى، ويقولون أن ذلك حقيقة. وبرغم أن الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيدعي أن مذهبه لا يكفر أحد، شفنا في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول أن الاعتقاد بأن الله في السماء تجسيم، واللي يقول الكلام ده لم يكن مؤمنا، يعني بيكفر كل اللي بيقوله إن الله في السماء. وابن حجر بينقل كلام القرطبي اللي قال إن ده قول أولا من يعتقدون بالتجسيم، ثانيا إن الله شخص، ثالثا ذو جوارح يعني صفات زي اليد والساق والرجل والوجه. وقال إن دي عقيدة غلاة المشبهة، وغلاة المشبهة هم نفسهم غلاة الحنابلة أو الوهابية عند شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وابن حجر قال: من قال لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك. اللي يقول إن الله شخص وليه يد وليه ساق ورجل ووجه وجوارح زي ما بيقول ابن حجر بيكون كافر.
واكتشفنا ان اللي بيثبت ان الله شخص هو رسول الاسلام نفسه. يعني ابن حجر مش بيكفر بس غلاة المشبهة او غلاة الحنابلة على رأي شيخ الازهر، لا ده بيكفر رسول الاسلام نفسه. تابعوني في الحلقة الجاية من الحلقات نقل ام العقل. لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا. فانت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين